السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شباب، مرحبا يا حلوين، يسعد مساكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم في عندي شوية نصايح، عم لا تقولوا نصايح، تقولوا هيك شايف حاله عم يعطي نصايح، لا مجرد تذكير انه منذكر الشباب بس مو اكتر. اخص شوفيريت الشحن، هداك الاسبوع سمعت صار حادثين يا لطيف، وكانوا بنفس اليوم اللي صار فيه صقيع وايس بلاك وعواصف ثلجية بالليل، وكان سبب هالحادثين للأسف واحد منهم صديق رفيقي. عبسأله شو السبب، والله مع العلم انه معلم السواقة، هو يعني اولا كبير بالعمر وثانيا عنده يعني فوق 30 سنة صار له بسوق، بس جل من لا يخطئ. كان السبب انه استعمل انجن بريك، يعني فرين الموتور. يا شباب اخص السائقين الجدد اللي عم تطلع، انت بتسوق مكيف على حالك وعم تدوس والسيارة عم تجاوب معك، بالاخص الشركات هلا عم تبدل سياراتها القديمة كلها بحديثة، يعني السيارة اللي كان ضغطها ضغط الهواء تبع مثلا ضغط البسطونات 700 صار 1000، والسيارة اللي صار 1000 كان 1000 صار 2000، يعني دعسة الديزل اللي عم تدعس كانت أولي بخمس ثواني تصير سرعتك 20 كيلو متر بالساعة، هلا دعسة الديزل اللي عم تدعس بخمس ثواني عم تساويك 50 كيلو متر بالساعة بالثانية، بالخمس ثواني عفوا. ايه يعني السيارات كل ما تحدثت كل ما عم بتطير اكتر، كل ما عم بتكون ارجل اكتر، شد اكتر، سحب اكتر. ايه شوفيرية جداد عم يكيفوا سيارة جديدة تحت ايده وعم يدوس، بقول لك باي لحظة بعمل هيك برفع فرين الموتور السيارة دغري بتهدي، ثواني بتلاقيها هدت. هذا غلط بالثلج، غلط اكبر غلط، لانه اليوم اذا سحبت فرين الموتور وانت على سرعة وتحتك ايس بلاك او ثلج فتل الراس، التريلا صارت فوقك وفوق شاحنتك. هذا سبب الحادثين اللي سمعت فيهم هديك الجمعة، مبين لو كذب الشوفير، لو كذب. هلا في الشوفير الثاني كذب عليهم قال لهم انا ما استعملت انجن بريك فرين الموتور، قالوا له شلون ما استعملت، شلون التريلا نايمة فوق الراس فوق الشحن، لو مالك مستعمل فرين الموتور الشاحنة لحالها وقفت والتريلا لسه طايرة على سرعته ركبت فوقه. يا شباب حادث مؤسف، انا ما بنشر هيك صور ولا بنشر، مع انه عندي كل صورها الحادثين معي صورهم وفيديو معي، بس ما بحب انشر لانه الحادث له حرمته والميت له حرمته، في ادمية وفي قتلة وفي والعياذ بالله. ايش بدي احكي لكم، لا احكي لكم اكبر غلط تستعمل فرين الموتور وانت على سرعة بالثلج او بالايس بلاك، لو ما كنت مأسرع، اذا بتكون ماشي 10 وبتعمل فرين الموتور تريلا دا تصير فوقك الراس ما راي يهدي دا يسحب. اذا كانوا لابد استعمل، اذا بدك تهدي السرعة وانجبرت البريك تحت اجرك ما جاوب معك استعمل بريك فرين التريلا، بس مو تستعمله تنزله فرد نزله، لا شوي شوي نكشة نكشة، انت لحالك وازن انه التريلا تهدي وتوقف الراس تبع الشاحنة، يعني تسحبه وتوقفه، حاول تتوازن بايدك وقفة التريلا. ما تاخدوها نصيحة او تاخدوها انه هيك بكبرة انه عم يحكي. يا جماعة انا غشيم، انا شوفير ما بعرف اسوق خيو، وهذا اللي شفته هداك الاسبوع للأسف. يا ريت شوية شوية انتباه. وبالنسبة للسيارات الصغيرة تجنبوا الشحن شوي يا جماعة، سيارتك صغيرة يعني عبد تزحيط التلج طيب دخل وطلع، انت بتخلص
بس دمرته للشحن وراك. يعني اذا خاف ما بده يتعبى فيك، شاف معك اولاد ومرتك وكذا، بده يتعبى بالحيط، حرام. خسرته شغله وخسرته سواته وخسرته مصراته وخسرته تركه وخسرته الدنيا كلها، دمرته انت. انت حكمت عليه بالاعدام بهالضيقة يا شباب، والله العظيم الحادث طرفت عين، غمض عينك افتح، صار حادث. الحادث ما له وقت ولا له سرعة ولا له شيء، الحادث مثل القدر، وقت اللي بده يقع بيقع بغمضة عين، ما في. هاي شغلة. وشغلة تانية يعني هلا هي هالنصيحة اللي بدي اعطيكم هي انه لسائقين الشحن، بس هي بشكل عام بتصير للسيارات الصغيرة كمان، اللي بيسوق سيارة صغيرة، خلي عطول معك بالسيارة طرد مي، طرد مي مثل هيد، هاي المي طرد صغير فيه 12 قنينة مثلا، حقه دولار ونص او دولار، خلي معك بالسيارة ان كان سيارات شحن ولا صغيرة، خلي معك علب معلبات اكل، مو عيب، شي بليلة شي فول شي حمص شي شغلة، خليهم هدول هيك بكرتونة صغيرة، كمان 12 علبة مشان تكون كرتونة صغيرة، وحطهم. خلي معك علب بسكوت، خلي معك انت ايش بتحب، زيتون عطون انت ايش بتحب، خلي معك حساب حسابك بهيك عاصفة ثلجية جايتنا، انه يكون اذا انقطعت سيارتك يكون معك شي تاكل. يا اخي ما بدك تاكل، انت مالك بحاجة، اذا صار حادث لا سمح الله وتسكر الطريق ليومين وانت مسافر على غير مدينة او غير بلد، العالم اللي جنبك بكون معه ولد، بكون معه شيء، بلاقوها منك قد الدنيا، بلاقوها منك قد الدنيا، وقت تجي بتعطي لولد علبة بسكوت او انينة مي، او انت زجعت نقطعت، انت معك سيارة كبيرة، الحادث بيلكعك يومين، ما فيك تترك الشاحنة تبعتك تقول ايه بروح على البيت ليفضل حادث بجي، لا، معك بضاعة حقها ملايين، ما فيك، بدك تكون بارك بسيارتك، مشغل سيارتك حتى ما تطفي سيارتك، عواصف الثلجية ممنوع تطفي سيارتك، بتموت من بردك، على اللي كل نص ساعة ساعة تدورها، تدفي السيارة وتطفيها. يعني عم بتشوفوا هاللكعات وهالحوادث اللي عم بتصير معنا، والسيارات الصغيرة نفس الشيء، خلي عطول معك، حتى سيارات الشحن خلي معك، الله يعزك بوط تاني، خلي معك غراض تقيلة للتلج، جوز تعطل سيارتك بالعواصف، ما في ميكانيكي ما في حدا، يكون مجهز حالك واثق من حالك. السيارات الصغيرة أنا أكتر شيء بدقق على سيارات الشحن، لأنه اليوم سيارة الشحن إذا صار حادث وتسكر طريق بعواصف تلجية أو شيء مثل عم نسمع فيهم على طريق أمريكا أو هون بكندا، أو يعني هديك الجمعة هون عنا بتورنتو، يعني عواصف بتعمي، ما فيك تسوق. تاني شغلة المازوت أو البنزين، خلي عطول العقرب البنزين من نص وفوق، خلي عقرب الديزل الفيول من نص وفوق، لا تخلي ينزل تحت النص أبدا، أخص بهيك جو، بدك تحسب حسابك انقطعت، بدك تحسب حسابك المازوت يكفيك يومين شغال السيارة، بدك 400-500 لتر يومين، هاي الشحن 9 مثلا 800 لتر 900 لتر، لازم يكونوا فيها، لازم يكون فيها 400-500 لتر أقل شيء، وقت بصير العقرب على النص اعتبر انه سيارتك فضيت، شاحنتك فضيت، ابدا، اخصوا بهيك جو يا شباب. هاي بس كانت نصيحتي لكم، والله يبعد الضربات والمصايب عن العالم جميع، والله لا يضر حدا، ويرزقكم الصحة والعافية، دمتم ودامت المحبة، اخوكم محمد ميرا، بنشوفكم فيديوهات جديدة، إذا بدكم اشتراك وفعل زر الجرس،
دمتم ودائمة المحبة. السلام عليكم.